خرش بيبا مصلحتي نسكوي. ايوا سؤالي بالكم شويه. اي سيدي اليوم نحكي على الصحه النفسيه. هي صحيح الصحة النفسية تعبة ومش رايقة عند برشا التوانسة، أما ميسيرش خلنا نفهموا بعضنا احنا، هل التونسي باله واسع ولا لا؟ خاطر راهو وسع البال هبة من عند ربي، وربي كيعطيك الهبة هذيك لازمك تحافظ عليها، وسع البال راهو مهم، وسع البال في بلاد عالم ثالث، في بلاد تلقى فيها عار كل دقيقة، في بلاد كل يوم تفيق تسمع غريبة، وقتها يولي وسع البال إنجاز، يولي موهبة. والتونسي اللي نلقاوه باله واسع نكرموه ونحتفيو به ونعملوا عليه زاده دراسات، خاطر جينيرالمون مهبول اللي باله واسع في بلاد خلقها ضيق كيف اللي عايشين فيها. ترى برا نسالوا مثلا الشباب العولاء هل بالهم واسع ولا لا؟ ونبداو مع خليل اللي هو طالب تونسي، شنو حكايته مع وسع البال؟ عندك وسع بال ولا جمله حتى تعرف عليه؟ حتى تعرف ما عنديش وسع بال، من الصباح لليل مشاكل وتوتير اعصاب، كيفاش تحب عندي وسع بال؟ عندك الحق، انت كيفاش كنت نحكي؟ كيفاش تحب واحد بال واسع وعايش في بلاد نزل عليه كيما كانت البانيني؟ اما ميسالش هات نتعمق معاك خليل ونحاول نفهمك. ميسالش هكا بشويه بشويه، قل لي ترى شنو مشاكلك؟ مشاكلي معش فما الشوا في القهوه، قلق بقهوه الحول هكا، بقهوه ما نبدل باش وسع بال بالطبيعه. والله انا هو الغلطه وسعت بالي معاك وعطيتك من وقت البرنامج، معناها خلقك ذاق من قهوه الحومه وليت نرفوز. برا دير ولا شوف طبيب باهي وماذا بيك هكا طبيب باله واسع، خاطر انت حاله مستعصيه لازم برشا وسع بال. هي نشوفوا هيلا مثلا شنو جوها مع وسع البال. عندك وسع بال ولا مش برشا؟ عندي كالرياكسيون في الوقت هذيك، معناها نرجع فعل بالوقت. نرفز طول طبيعه كلب. وسع بالك مفهميش وسع البال برشا، ما عادش موجود. اش في بالك مالا يا اخي؟ كان الحليب والعظم يتقطعوا ها وسع البال مثلا طلع مقطوع. ترسينا كان نمشي ونجيب وسع بال من برا، واحنا اقتصادنا ما فيش ميزانيه تسمح لنا حتى نستوردوا بسكليت، مش حتى وسع بال. نجيبوا وسع بال مثلا بالكونترا وركناتريه الشرفاء اكيد باش باش يفرحوا بينا. اما ميسالش هيلا وسع بالك وما تتنرفزش، هي صحيح معناها طبيعه خايبه اما حاول احكم فيها كما قلت لكم راهي نعمه هيبه. ترى محمد امين اي قول لي نجربوا معاك، انت عندك وسع بال ولا مش ياسر؟ علاش شويه؟ ما نعرفش من الاول هيك بيرسوناليتي معناها هيك كل من الاول هذيك طبيعتك معناها. اي شنو هي اكثر حاجتك اللي بالحق تنرفزك معناها؟ كي تبدا فما خدمه ما تمشيش معايا ولا حكايه تعكسني شويه. حكايه تعكسك شويه، حكايه بركه، وهي حكايه بركه اللي تعكسك في تونسنا العزيزه الغاليه. عنا كل الظروف والعوامل الحمد لله اللي تخلي بالك يختفي تماما، والحمد لله العباد مازالت صابره. هات راه نجز المحمد قيس هاي، هات قولي وان شاء الله يا ربي انت فيك الامل. عندك وسع بال والا لا؟ شويه كل مره كيفه. كيفه شنو اللي يفرق؟ انا والبريود مثال، فما بريود في العام نبدا وسع بالي شويه، فما وسع بال كل مره كيفه. انت والقرايه، انت والدنيا كيفاش ماشيه معك؟ انت والسيزون معناها هكا بالضبط حسب الفصول، معناها المشكله اللي احنا فصولنا الكل داخله في حيط. كانك على فصول السنه مثلا هاو الشتاء خلف الصيف والربيع ما يدريب بالخريف وديما يمشي، لازمهم تنقيح كيما فصول الدستور. فما ساعاتك بريودك اللي تبدا مثلا راس الشهر فلوسك موجوده، وقتها بالك يبدا واسع، عرفت كيما مكتوب سرويلك بالضبط، معناها خاطر معبي بالفلوس، ولهنا ترد بالك خاطر وسع بالك ومكتوبك كونكتي. كان مكتوبك بدا يتكمش وتنقص الفلوس، وقتها بالك اوتوماتيكمون يولي ضيق، يقول لك راهو الفلوس تاعي نفوس بيك انت. ترى نختم مع دالي طالب تونسي وهذه الاخراني اللي باش نحكي معاه، وان شاء الله يا رب يطلع باله واسع ويوم النعنع. نرفوزي في طبعي، ما نعرفش، ما نحبش العواج، ما نعرفش العبيد اللي مش منظمة في الكياس، العبيد اللي في جنرال ما معنيش، احنا عبيد منظمة في تونس تشوفي كل شيء، حتى أمور كياس أمور كراب أمور كل شيء، ما نش ماشيين بالقوانين، ما نش نتابع في حد شيء معنا. بالضبط احنا عايشين في بلاصة لا تسمح لك بأنه بالك يكون واسع، وتوا اللي باله واسع في تونس يتسمى عملة هكا ما فهمش منها. أما سؤال معناه، فما ناس يمكن مستغربة من كلام اللي تقال، كيفاش تحب الشباب باله واسع هو عايش في مشهد كيف اللي عايشين فيه احنا؟ في بالكم المواطن معناها ديما لاباس، تغزر تقول له خبيس عليك وراك انت الكل في الكل، بلوس. كيفاش تحبوا باله واسع وهو تقطيع وتريش نهار الكل؟ حتى كي يمشي للطبيب يحب يحكي ويفرغ قلبه، يمشي مع الطبيب هكا يبقى عائلة جودي تو، أما الطبيب يقول له والله يا سامدي غيام اللي تحكي فيه. احنا عايشين في بيك شو من العوجي، خلينا ناقصين حنان والمورال صفر، وهي تونس مقسومة زوز أنواع راهو من الآخر. تما ناس عايشين بالباهي وناس باهي برشا كي عايشين.